بعد مثال ثالث ماما، بعد مثال حتى تفتهمون أكثر ونعطيكم القاعدة. This is a فراغ cheap bike. إنه بايك تعرفون يعني بايسيكل رخيص، وهاي هم نفسها هم معناتها This is cheap bike هم معناها بايسيكل رخيص، لكن بالاختيار مضطرة أستخدم واحدة منهن really وأستخدم واحدة من عدهن منو كوايت، فراح اضطر واحدة من عدهن. طبعا راح نرجع لنفس قاعدتنا اللي سبق وذكرناها هنا، اللي هي شنو يا ماما؟ اذا جاءت الارتكل اللي هي الاي قبل الفراغ ايش راح نستخدم؟ قلنا really، فهنا راح نكتب really. بينما اذا جاءت ادوات الارتكل بعد الفراغ راح نستخدم كوايت. فهنا صعدنا من نسبة الصفة أكدناها أكثر، بينما هنا نزلنا من قيمتها هبطناها. ليش اضطراري؟ لأن قاعدتنا الأي هنا قبل الفراغ استخدمنا really، بينما هنا الارتكل إجا بعد الفراغ فاستخدمنا quiet. ماما بس هاي القاعدة لا غير، فصارت هنا معناها إنه حقا دراجة غالية جدا حقا، وهنا إنها نوعا ما دراجة سوري cheap رخيصة، إنها جدا رخيصة هاي الدراجة جدا رخيصة، بينما هنا الدراجة نوعا ما رخيصة. نوعا ما يعني شنو نوعا ما؟ يعني بيها غلاء، قللنا من نسبتها بسبب دخول الكوايت. فإذا القاعدة ماما نستنتج إذا الأي أجت قبل الفراغ فراح نستخدم really والصفة ننزلها، بينما إذا أجت أدوات الارتكل أي وآن بعد الفراغ راح نستخدم quiet وطبعا الصفة تنزل. هسا تقولوا لي ليش هنا أي قبل الفراغ وهنا كتبنا أي وآن؟ ماما انتبهي، في حالة استخدام really طبعا احنا مجبرين، بس أي مجبرين مضطرين. ليش؟ لأن هي الريلي ماما الحرف R مو صحيح، فمستحيل هنا راح يتكرر ونجيب غير الأي، وهي قاعدتنا ذا الأي قبل الفراغ فنستخدم ريلي، إذن هذا شيء ثابت ما تتغير. لكن من ناحية الكوايت الورا الفراغ هو الأي، يعني يجوية الصفة هالمرة. شوف هنا الأي بعيد عن الصفة ما له دخل به، بينما الأي هنا نوية الصفة، فإذا الصفة فهنا راح يتأثر. إذا الصفة بادية بحرف صحيح راح نجيب أي، لكن إذا بادية بحرف علة راح نجيب آن. فلهذا قاعدتنا ماما إذا الأي قبل الفراغ نستخدم ريالي، بعد الفراغ راح تشوفون لو أي لو آن، لو أي لو آن حسب الصفة الوراء، حسب الصفة الوراء. المهم إحنا نقول أي قبل الفراغ نستخدم ريالي، أدوات الارتكل إذا جتي بعد الفراغ نستخدم كوايت. هذه ماما القاعدة، وريلي تؤكد الصفة، كوايت تقلل من الصفة. هذه راح أطق لها صورة حتى نقلوها بالدفتر كأنما درسناها صفي. صار واضح بنات؟ وهسه راح نحل تمرينها ببارت ثالث حتى يسهل تحميله.